السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا جميعا بخير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الرز بالصدر ديال الدجاج. كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم وما نطولش عليكم، غادي ندوزو للتحضير. نهار ان شاء الله نسوجد الرز ويزيد نغسلو السدمات ويزيد. نتمنى الفيديو اليوم يعجب. قيمتك كيدي نبدا من دي المقادير ما مشي غنسوجد الرز. بسم الله على بركة الله. غادي نبداو في التحضير. كنحتاجو كاس ونصف ديال الرز، كنغسلوه في الماء. تحتاجي جن كاس دوزيالنا الرز، سيري ضغط شويه نوامان، ومن بعد اتصفي سوامان النير احماد عدو غسوغ. كناخد واحد الطنجره كنعمر نص ديالها بالماء، وكنضيف ليها معلقه صغيره ديال الزبده وشويه ديال الملحه، وكنضيف مباشره الرز. كنخليه يطيب لمده 25 دقيقه. هادشي على حساب الرز، كاين الرز اللي كيتعجن دغيا، الا كان الرز مزيان راه 25 دقيقه 20 دقيقه كيكون واجد. الخوذة ومعوض غس مزيغ تي مزيغني نوع عزن تقر اجماميتا تعمر ازين السوامان تقر تيج نغنجاش تا مزيان الزبدة شوية تنتنجح تقر ضيسة عروز اليوم تجيغ ماميتا عروز اني غادي يوم 25 دقيقة نغا 20 دقيقة على حساب عروزي غام خميني غا يوم عروز تصفيخ سوامان اني تقر غطاف العدو غا سوجدغ مني قيمة زي المقادير كيس غايحن. كناخد واحد المقلة كنحطها فوق النار وكنحط فيها شوية ديال الزيت النباتية، كنخليها حتى كتسخن، وكنحط الصدر ديال الدجاج اللي قطعته طريفات صغار مع شويه ديال البصله وشويه ديال الثومه، ثلاثه ديال الفصوص ديال الثومه كنقطعهم صغيرين، كنخليها تقلى مزيان. من بعد كنحيدهم باش نضيف المقادير اللي بقاو. كسيرج المقرات كغدي حمات كغدي شويه نزجت تكغدي السد مع طويا زيد يقصر طم مزيان، ياكل شويه البصل شويه نتيشات تجي غتقران مليح. تبع عمل الفيديو حتى لان كان احمد صام مره من ديس غاكر دي عروزه. اللي حيت منها الصدر ديال الدجاج غنضيف ليها جوج حبات ديال الجزر ولا الخيزو اللي قطعتهم مربعات صغار، غادي نضيفهم يتقلاو حتى هما. داني تا دير خلاين خيزو فيه سخنت مربعات تي مزيانين دير انت تقران نفس المقران اللي قريغ تدمعو يزيد. لاحظوا في الفيديو الجزر ديالي طاب ولا الخيزو حيدته من المقله. دابا غادي نضيف الفلفله الحلوه حبه وحده كناخذها كنقطعها طريفات صغار وكنقليها حتى هي في الزيت. مشيت ورا من الفيديو خيزو يمكس خزير مقره كيخذ خدمه نتو غادا اكسس قبل خويا عريض داني تا اجي نتحبوش نفرفر الفلفل ما يزيد تقصيه طاب مزيان قد جرت ورا نتا ديال الزيت. دائما كنوضع المقادير ديالي في نفس المقله اللي داك الزيت اللي كتبقى فيه هي اللي كنقلي فيها. بالنسبه لهنا الزبيب بقى لي غير شويه ديال الزيت، ضفت شويه واحد ملعقه ديال الزيت ضفتها على الزبيب باش يتقلى فيه. داني تا راني شويه نزجت زيتو غتقدا يزجت قريغ دا يسرح حوايج النغنيت راني غير نتغنجاش نزجت حمد قريغ الزبيب. من بعد ما قليت الزبيب كناخذ داكشي اللي قليت من قبل كله وكنجمعو في المقله. داني تخمي يكمل غ الزبيب قريغ مليح عني ما رميتو قريغ قبل سروسي غدير مقره احمد سكر شويه دمجاح شويه الابزار. هنا ضفت شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار ولا الفلفل الاسود ونصف ملعقه ديال الهريسه داني تقر شويه الهريسه شويه ديال الزعفران وغنبدا نحرك مزيان. من بعد غادي نضيف جوج معالق كبار ديال طماطم المعلب ولا لاصوص.
اللي متوفر عندكم تقدروا تستعملوه. انا استعملت هنايا لاصوص ديال اللي كتجي في الكرتونه ديال سوليس. الحار شغل مقاديرني مليح، من بعد فرغ غاروز، يعني غاروز ديال مقرر، الحار شغل مليح الشغل اروز دي سو لاصوص ني دايس، وش شخصي غيتمسي غتيري اروزينو يوجد. وصلنا لاخر الفيديو والرز ديالنا ها هو واجد، ما بقى لينا غير ندوقوه ونشوفو كيفاش كيجي. بصراحه هذا الرز كيجي بنين بزاف بزاف مع الخضر ومع هذاك الزبيب، كيعطيه واحد الحلاوه، كيجي بنين بزاف. جربوه ما تخسروا والو، وردوا عليا في التعاليق الا جاكم بنين، ردوا لي في التعاليق ما تنسونيش. حتى بالنسبه اللي عنده اطفال صغار ما كيبغيوش ياكلوا الخضر، هذه فرصة باش يديروا الخضار مع المكرونة ولا مع الرز، كيجي بنين بزاف بزاف. اتمنى غير الفيديو هذا يعجب، اتمنى غير الوصفة تجربوا، ما خافي تعرف دي التعاليق، يخصها مني بالصحة والراحة.